سنبقى في الساحات الميادين ولا نكي ولا نمل، سنطالب بحقنا مهما يكون، سنطالب عن رموزنا، سنطالب عن شبابنا، عن كل شغلة لن نتراجع ولن نتراجع، سنواصل الدرب حتى ننال كل وأتمنى من جماهير أن يتحمسوا في هذه الأيام المحرمة إلى أن يحضروا مجالس حسينية ليقتدوا بالإمام الحسين حتى نحن طالبنا سنسير ونهدي الإمام الحسين. نحن كأباء شهداء سنواصل الدرب إلى النصر إن شاء الله.